عايزه اذيع لحضراتكم شوف تقرير. انا جمال التقرير بالنسبه لي في انه الشباب المصري وحمايه الدوله المصريه من التحديات الامنيه، مؤتمر الامن القومي برؤيه شبابيه. تعالوا نشوف التقرير وبعد التقرير نلتقي بدكتوره رانيا. الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة، عنوان لمؤتمر عقدته الجبهة الدبلوماسية المصرية عضو الجمعية لاتحاد تنظيم عمل الكيانات الشبابية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف توعية الشباب بالتصدي للفكر المتطرف والحفاظ على الأمن القومي المصري. بنعمل ورش عمل، بنعمل جلسات أونلاين وأوفلاين، بنعمل محاضرات، بنعمل حلقات نقاشية، اجتماعات طبعا بتكون كلها نقاشية حول برضو المواضيع اللي هي بتمثل الأمن القومي المصري، الدبلوماسية الشبابية، كل يعني محاور الجبهة الدبلوماسية المصرية كلها بتدور حول موضوع الأمن القومي والدبلوماسية الشبابية. خلال المؤتمر تم عقد جلسة تناولت العديد من المحاور لتعزيز دور الشباب في بناء الدولة وحماية الأمن القومي والاستراتيجيات المشتركة بين الحكومة والشباب، حيث تسعى الجبهة الدبلوماسية المصرية لتحقيق أهداف الدولة المصرية بذراع شبابي يحافظ على أمنه القومي والتصدي للحروب المعنوية. احنا بنبدأ نوعي الشباب يعني ايه الأمن القومي لبلدنا. احنا بنحب مصر فلازم نحافظ على أمنها القومي، ما ننشرش شائعات، نستقصى عن الخبر الأول، نرجع للمصدر الأصلي بتاعه. المؤتمر بيبقى زي بداية انطلاقة لينا ان احنا نحاول ننشر مبادرتنا بشكل أوسع، يحضرها أكبر عدد من الشباب، يقدروا يشتركوا ويعرفوا الموضوع ماشي ازاي، يقدروا يشاركوا في الحياة السياسية ازاي، يعرفوا ان لهم رأي مؤثر في المجتمع. اهتمام الجبهة الدبلوماسية بحاجة زي دي بتكون إضافة قوية جدا للجبهة الدبلوماسية نفسها زائد للدولة. أنا أتمنى أن كل شباب مصر يكونوا موجودين النهاردة معنا. الجبهة الدبلوماسية المصرية تستمر في عقد مثل هذه الندوات من أجل توعية الشباب والقضاء على الفكر المتطرف، ليس فقط من الناحية الدينية وأيضا السياسية والثقافية والاجتماعية والرياضية والدبلوماسية.